معي اليوم السيد وجيه أبو خاطر، رئيس مجلس إدارة شركة مزارع تعنايل. موضوعنا اليوم صحة. صباح الخير. صباح الخير. صحة بحت اليوم الموضوع، يعني رح نحكي هيك شوي عن سلامة المستهلك، عن نوعية شركة مزارع تعنايل، عن المواد اللي بتستعملوها وإلى ما هنالك. بدي بالأول تعرفني عن شركة مزارع تعنايل وشو المنتجات اللي عندكم. شركة مزارع تعنايل هي من الأول بلبنان بالألبان، يعني اليوم لما تقولي مزارع تعنايل، لما تقولي لبنة بتفكري بمزارع تعنايل، أما لبن أما جبنة أما حليب وكل شيء. شركة تأسست بالسبعينات، وشركة كان شعارها من الأول طبيعية وصحية، يعني حتى شعارنا احنا تبعنا البنائي، واليوم بتدل على نوعية المنتج تبعنا. المنتجات تبعنا كلها من الحليب الطبيعي الطازة، وإن كان اللبنة وغير المنتجات خالية من أي مواد حافظة أو أي مضافات. وتحديداً اللبنة. وتحديداً مادة. وتحديداً المادة اللي صارت شهيرة بلبنان اليوم اللي هي النتاميسين. نعم، مزارعكم وين؟ مزارعنا عندنا مزرعة كبيرة بزحلة، وبنشتري كتير حليب من البقع. أها، كمان يعني مش بس بتتكلوا على مزارعكم، إنما بتعوزوا بس على مزارعنا يعني. أكيد. نعم. يعني أنا في مزارع منيحة بلبنان. نعم، شو عم تنتجوا حاليا؟ بننتج عنا جميع أنواع اللبنة يعني، ونحن كنا من الرواد بلبنان بتطوير هالصناعة، يعني نحن من أول ناس بلشنا. إذا ما بعرف تذكر بالزمان كنت علبة اللبنة بتفتحيها واللبنة موجودة، غيرنا العلبة سكرناها، عملنا بلشنا المواد الخفيفة الدسم، المواد البلا دسم اللي كانت ما كانت موجودة، أنتجنا جبنة بلدية، كان العالم بتخاف تشتري جبنة البلدية لأنه بتعرف ما بتعرف شو مصدرها، أنتجها الجبنة البلدية خصوصا أنه بيخافوا من الحمى اللي بتعطيها. عنا لبن منكه، عنا شراب اللبن، عنا حليب، عنا حليب بلا لاكتوز. نحن بالمنطقة عنا هون في كتير عنا انتوليرنس على اللاكتوز، بعملين حليب بلا لاكتوز إلى يلي عندهم حساسية طبعا ضد اللاكتوز، وبينحرموا من المواد من غذاء الحليب. كمان من غذاء الحليب أكيد. شو قلت لي عن هيك اللبنة يلي كانت تتغطى ما كانت تتغطى وتتغطى، يعني شو الفرق بينها؟ لا لا ماشي، إنه اليوم المستهلك ما بتقدر تاخذي علبة لبنة وتفتحيها واللبنة موجودة قدامك، يعني اليوم لأسباب صحية ولأسباب نظافة. نعم، يعني عم بتكون مغلفة أكتر. هيدا من زمان يعني، عم قلت لك كيف بلشنا وهيك. نعم، ما عندكم قلت لي انه موادكم كلها خاليه من المواد الحافظه. نفتخر انه موادنا كلها من الحليب الطبيعي الطازج، يعني اللبنه اليوم ما فيها الا حليب، فيها شويه ملح، اللبن 100% حليب، الاجبان كلها حليب. نعم، وهيدا الشيء يعني طبعا بيطمن المستهلك، انما بنسال كيف بتضاين موادكم؟ نحن بضاعتنا ما بتضاين كثير، بصوره خاصه بالصيفيه، يعني في كثير مستهلكين بيتلفنوا لنا بالصيفيه بيقولوا لنا اشترينا مثلا لبنه ما غيرها وحمضت بعد مده. نعم. كنا جوابنا كان لازم نقول لهم كله لازم تكونوا مبسوطين، لانه بتبين انه ما في اي مواد. يقولوا لنا طب غيركم بتضاين كثير، اليوم صاروا يعرفوا السبب. لما بنحكي عن سلامة المنتج مس أبو خاطر، يعني منفكر دغري إنه في مراقبة لسير الأعمال، في مراقبة للتغليف، في مراقبة للتصنيع، هل هالشي عم بيصير أو يمكن هيدا الشي مبادرة فردية؟ في مراقبة، بس كمان اليوم المراقبة أما الجهاز المختصة ما بتقدر كمان تفتش على كل شيء موجود، وبصورة خاصة هالمادة اللي كانت لا تفحص في لبنان، يعني ما كانوا مجهزين المختبرات لتفحص هالمادة المعينة. وهون برجع بكرر أنه اليوم خطورة الوضع، أما المسؤولية، الواحد لازم يكون هو عنده مسؤولية ذاتية، لازم يكون عنده يشتغل بضمير تجاه المستهلكين ليحطوا ثقتهم بهالمنتج المعين. وفي عنا موضوع، انا كنت عم بحضر الشو تبعك قبل شوي وشفت مدام بسبوس عم تحكي بسبوس عم تحكي على قديش من حط اهميه بتربيه اولادنا، من بتربيتهم بالاهتمام فيهم، يعني كان بالطريقه العقليه اما بالطريقه التربويه، وهون بالطريقه الصحيه. يعني اليوم في مواد كان عم بنحط ممنوع بكميات كثيره وبدون علم الاهل، يعني هون بشدد غير مذكوره على الغلاف، وهون خطورة الوضع. يعني ما حدا له حق اليوم يفوت على جسم أي شخص مواد بدون علمه. وبرجع بكرر بكميات، يعني ما عم ينكتب لا إنه شو المواد إنه شو المواد اللي عم تنحط فيها. يعني اليوم لما تجي بتقري نحن على منتجاتنا على الغلاف بتشوفي شو المكونات. نعم. نحن هيدي المكونات هي الموجودة بالمنتج. بس اليوم إذا فيك مكونات عم تنتج وما عم تذكر، يعني اليوم صار المستهلك ما بيعرف بس
انه يعني المستهلك كيف بده يأمن، يعني على اي اساس بده هالشخص يروح يشتري هالمنتج او هالمنتج. هون صار في الثقة، يعني اليوم بهالقيمات العملة ما بقى المال، اليوم العملة الثقة. واليوم في شركات بتشتغل يعني مثل مزارع تعنيل بتشتغل بكل ضمير، ومنا عايزين يعني اليوم جمال اللبنه عنده كتير جمالات اللبنة، غير انه اسمه جاي من لبنان ونحن بنفتخر بلبنان. يعني اليوم ما فينا نشوه سمعة لبنان وما فينا نشوه غزاء لبنان. ليش بدنا نكون يعني لو عنا لبنان بيواجه صعوبات كتيرة بكل حياته اليومية، اللبناني بيواجه صعوبات في كم شغلة بإيده في شغلة مش بإيده، لأي مش بإيده لنقول سياسي ما بدنا سياسي، ما بنتعاطى سياسي، بس بالغذاء اليوم في مسؤولية، في مسؤولية الشركة اللي عم بتصنع، ومشان هيك نحن مزارع تعنيل هيدي المسؤولية بناخدها بكل جدية. ويعني برجع بقول شعارنا قلب نقي ومنفتخر بهالشيء، ومنآمن انه اللبناني عنده كفؤات. يعني نحن كلبنانيين بنقدر نصنع منتج على مستوى عالمي مش بس على مستوى وطني، واذا ما في مراقبه ما لنا عايزين المراقبه نحن اللي تيجي تقلنا فيك تعمل هيك ولا ما فيك تعمل هالشيء. نحن بنعرف كثير منيح شو لازم نعمل، وهالمستهلك اللي حط ثقته فينا ما فينا نخذله. على كل اسمكم لمع ومؤخرا خصوصي انه بجوده نوعيه منتجات تعنيل. يعني هلأ حاليا انت اليوم معنا هيك وكأنه لتطمن شوي المستهلك انه منتجات تعنيل هي خالية من المواد الحافظة، خالية من المواد السامة، وهي صحية 100%. طبيعي السبب لأنه صار في نوع من الهلع وصار في نوع من الضيعين، إنه ما بقى سمعنا كتير إنه اللبنة ما بتسوى. لا، أنا سبب وجودي اليوم لأقول إنه بالعكس اللبنة كتير منيحة وكتير صحية إذا معمولة بالطريقة اللي لازم يتنعمل فيها. ولأكد إنه إحنا بمزارع تانية لبضاعتنا كانت كل عمرها بدون أي مواد حافظة وراح تضلها بلا مواد حافظة. نعم، في فريق عمل طبعا متكامل لدراسة هالمواضيع. من مين هيك بشكل عام مكون هالفريق؟ هل في أطباء؟ هل في لا في الوزارات المختصة اليوم. في وزارات مختصة، وبرجع بكرر على كل المستويات بلبنان شيل السياسي على جنب، عنا ناس كتير كفؤين. نعم، وما لنا عايزين حدا زيادة، وعم بيعملوا الشغل اللي بعتقد لازم ينعمل. يعني وجودك اليوم معنا بالفعل ريحنا لقلنا شخصيا، ريح كل شخص خصوصي عنده أولاد. يعني بتعرف قد ما الإنسان يخاف على حاله رح يخاف على أولاده أكتر، فاليوم منطمنون أنه لبني لبن أجبين قلبين كل المنتجات. بدنا نوضح أنه يعرفوا أنه في شركات بتشتغل بالطريقة المضبوطة، ومزارع تعنيل بتشتغل بطريقة مش مضبوطة كتير مضبوطة، وكل عمنا بنعملها ونطمنهم انه ايه البضاعه اللي عم بياخذوها هي البضاعه اللي عم بيفكروا عم يشتروها. اكيد. اهلا وسهلا فيك استاذ وجيه ابو خاطر من شركه مزارع تعنيل، شكرا لهالتوضيحات اللي عطيتنا اياها. شكرا لك. مشاهدينا بريك ومنتابع.